عز تريعة المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية. اليوم فما تظاهرة كبيرة من تنظيم الحماية المدنية بتونس، كان تحدثنا. بالفعل هو في إطار مثل الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية اللي دأبت سنويا على الاحتفال به كسائر دول العالم، والسنة اختارت له المنظمة الدولية للحماية المدنية دور تقنيات المعلومات في تقييم الأخطاء. البرنامج تاعنا، الاحتفال تاعنا هو تم على المستوى الجهوي من خلال أبواب مفتوحة للعموم بالنسبة على المستوى الوحدة الجهوية، وبالنسبة على المستوى على المركزي هنا كيف تشوفوا معناتها يعني أجواء احتفالية تنشيطية معناتها هنا بجهة الحي الحي الرياضي بالمنزه، فيه ورشات مختلفة متعددة، يعني فما رياض الأطفال مشاركين معانا، وفما معناتها جمعية تطوع في خدمة المحامي المدنية، ثم الهلال الأحمر، ثم الكشافة التونسية، وذلك في إطار تفتح على المجتمع المدني. كذلك عندنا في علاقة بالموضوع نتاع اليوم العالمي اللي هو كما قلنا دور تقنيات المعلومات في تقييم المخاطر، فبالتالي يعني تم تشريك المؤسسات التعليمية باش يقدموا أسهماتهم في مجال يعني وأسهماتهم في مجال السلامة والتوقي من المخاطر. معز، الحماية المدنية لو تسمح تلخصها لنا هكا في أرقام، أكيد الحماية المدنية مؤثرة وعندها إنجازات في بلادنا. الحماية المدنية أول حاجة كان نقولوا في أرقام، خلينا نقولوا هي عندها ماضي مجيد، هي عريقة ماهيش وليدة اليوم، هي مثلا البداية نتاعها في 1894، هذه خلينا نقولوها المعطى هذه، معناتها 1 نوفمبر 1894 هو بداية يعني الحماية المدنية، وانطلقت بجمعية متطوعين، هي الانطلاق نتاعها بمجموعة من المتطوعين في بلدية الحارة بلدية تونس العاصمة، ثم انطلقت متى كانت البداية نتاعها واخذت تسميات مختلفة إلى أن كانت سنة 93 اخذت الديوان الوطني للحماية المدنية، واللي من مهامه ومشمولاته هو يعني حماية الممتلكات والأرواح بصفة عامة. شنو المهام ممكن بتاع الحماية المدنية؟ مثالش خلينا نقولوا المصيب يعني شكرا، ولا المخطئ أخطأت، الحماية المدنية كانت دائما وأبدا في الموعد يعني إزاء كل الكوارث لا قدر الله اللي صارت في بلادنا، الله لا يعودها علينا. شنو ممكن المهام بتاع الحماية المدنية اللي ما يعرفهاش المواطن العادي؟ هو إذا ننطلقوا من المهمة الأساسية للحماية المدنية كما قلت لك اللي هو حماية الأرواح والممتلكات، الارواح بدرجه اولى، يعني فيها ارواح مثلا بالطبيعه البشريه وحتى الحيوانات، بعض الاحيان يقول لك او الحيوانات لان احنا ندخلوا معناتها لحمايه وانقاذ مختلف مثلا الارواح بجميع انواعها، وكذلك حمايه الممتلكات بدرجه ثانيه، فبالتالي اي حاجه تهدد الارواح او الممتلكات فهمتني فانا نحن ندخلوا فيها، فبالتالي هنا عندنا زوج جوانب، عندنا الجانب الوقائي. الجانب الوقائي انه هو قبل ما توقع الكارثه او قبل ما يوقع الحادث ان نحن نحاولوا متى انه نعملوا مع تقييم المخاطر، نحاولوا متى ان نقلصوا من المخاطر هذه وندخلوا بأساء من خلال ثقافه وقائيه. وكذلك معناتها عندنا الجانب بعدش العملياتي، وقت توقع الحادث على وقع كذا نحن ندخلوا باش نحاولوا متى. وبتعرف انت اليوم ثم تعدد على المخاطر، تعدد المخاطر فبالتالي بتتعدد الانشطه، وهذا اللي يخلينا نحن كحمايه مدنيه معناتها ندخلوا في جميع المجالات، مجالات تدخلنا متنوعه في الاخطاء التكنولوجيه، يعني كي يقولوا مثل الاخطاء الكيميائيه وغيرها، ولازم تكون عندنا معارف معينه باش العون نتاعنا والاطار تاعنا كي تدخل يكون يحافظ على سلامته هو الذاتيه ويحافظ على سلامه الاشخاص الاخرين وينقذهم، وكذلك مختلف الاخطاء الاخرى المعروفه اللي هي في الحرائق في الشواطئ في 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 الجفاف الفيضانات، في يعني تقديم المساعده للمواطنين في جميع المجالات. فيما يخص البعثة متاع الحماية المدنية اللي شاركت ومشكورين في إنقاذ الأرواح، أرواح أخواتنا في سوريا وفي تركيا جراء الزلزال، كنت تحكي لنا شنو صار غادي؟ هو بالفعل معناتها يعني نحن المشاركة نتاعنا أول حاجة نحن كما تعرفوا الوحدة المختصة للحماية المدنية هي وقعت تصنيفها في جوان 2022. في جوان 2022 وقع تصنيفها، كيقولوا تصنيف الوحدة المختصة وفق المعايير معناتها الهيئة الاستشارية للبحث والإنقاذ اللي تبع المنظمة تبع الأمم المتحدة. فبالتالي نحن بعد أربع شهور
مثلا من يعني يعني التصنيف نتاعنا وتصنيف كان بعد اسرع يعني عمليه التمارين يعني كبيره برشا تمارين بيضاء نلقاو احنا نتعداو الى الواقع من خلال متى ان نشاركوا في شفه فعاليه في متى في تركيا والا في زلزال في تاع زلزال اللي ضرب سوريا. الحقيقه كانت المشاركه نتاعنا وانتم شفتوها القات صدى متى سواء على المستوى متى الوطني او المستوى الدولي كيف كيف يعني ثم اشاده. الحقيقه الحمد لله هذا الحقيقه صحيح هي يعني من ناحيه يعني حاجه توجع مثلا اللي شو والارقام المسجله واللي الخسائر اللي سجلت سواء في الارواح البشريه سواء في على مستوى يعني لا 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 يعني ممتلكات وغيره. ولكن كحمايه مدنيه نحن يعني كسبنا منها التجربه معناتها تزيد بالطبيعه دائما خاطر انت يعني التمارين حاجه والواقع حاجه اخرى تكتمل منها التجربه. حكيتي كيك بباقي الفرق الدوليه اللي كانت متواجده وكما قلنا وحتى هما الحقيقه هو الحقيقه تم انتشال انتشال جثث. الحقيقه فما كل موقع يخدموا فيه ليكيب التونسيه مثل الفريق التونسي الا معناتها ما يخرجوا منه الا ما يوقع انتشال جميع الجثث اللي موجوده غاديكا. هذا مهم برشا. ناخذ مثلا كما تركيا عندنا غاديكا يخدموا في 5 مواقع كل موقع يخرجوا منه اللي ما يكونوا معناتها يعني على حسب النوب اللي موجود يعرفوه غاديكا قداش من جثه ولا حاجه تم انتشالهم الكل معناتها يعني تم اغلاقه باش تعداو الموقع اللي بعده. بمناسبه الاحتفال هنا باليوم العالمي سيتم اعطاء اشاره الانطلاق اليوم للحمله التحسيسيه التوعويه الموجهه للمدارس الابتدائيه وهنا تم يعني تجهيز سيارة متسيارة ومتسيارة هذه تجهيزها وتهيئتها ووضع فيها بيت المخاطر. البيت المخاطر هذا هو مجموعة من يعني عبارة باش تعلم الناشئة والأطفال كيفية التوقي من مختلف المخاطر وخاصة المخاطر المنزلية. فهمتي؟ وكذلك باش تكون في القافلة هذه ثم يعني كذلك يعني ثم يعني سميها ثم مدربين ثم متواجد في الاسعاف وفي الاطفاء باش يعلموا الاطفال كيفيه التوقي من مختلف المخاطر وهذا كل في اطار جهودنا لارسال ثقافه وقائيه لدى الناشئه.